يذكر البعض أن دعاء التوحيد لا يردون على العلمانيين والمنافقين ولا يقبلون لا يردون على العلمانيين والمنافقين ولا يقبلون الواقع فما تعرفه تعرفه كان في زمن السلف أئمة الحديث أحمد بن حنبل وأمثاله كان أهل الكلام والمعتزلة وغيرهم يردون على الفلاسفة ويردون على النصارى ويردون كان السلف يردوا على هؤلاء يردوا على هؤلاء لأن هؤلاء فسادهم للدين مباشرة دولة حاربهم الإسلام من الخارج وهؤلاء يحاربوا الإسلام من الداخل حاربك في بيتك حاربك في عقيدتك بارك الله فأنت تدفع شره وإذا تخلصت منه روح أنت وإياه من العدو الخارجي بارك الله فيك فالشاهد إن السلف من فقههم طيب حين نوقف الحرب ضد الخرافات والبدع والقبور وتعطيل الصفات وروح نحارب من؟ حارب العلمانيين طيب عندنا ضلال نرضى العلمانيين ضلال استجد الإسلام ضلال باسم الإسلام العلماني اليهود النصراني ما يقول هذا الإسلام يحارب الإسلام في وضع النهار فهذا ما فيه خطر المسلمون الخرافة وغيره ما يخدع به لكن يخدعون بهذا الذي يحمل شعار الإسلام ويجيد دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ويذكر الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفوا في الكون وإلى آخر الترهات هؤلاء الذين يحاربون العلمانيين والله يشاركونهم في كثير من العلمانيات ويحاربون الماسونيين ويأخذون منهم كما حصل المعتزلة لما حارب الفلاسفة فأخذوا الفلسفة وهؤلاء يحاربون العلمانية ويأخذون العلمنة بارك عندهم الله قرأوا كتاب العواصم من القواصم رأوه تجد العلماء العلمانية والماسونية عندهم فيحاربون ويحاربون ويتشربون تشربوا علمانيتهم أما السلفيون فيحاربوا كتاب السنة ثم والله ما هم سافرون العلمانيين أنا لما قال واحد إن يعني جعل علماء السلفيين محنطين وصفهم بأنهم محنطون وأنهم ما يستطيعون يردوا على علماني ولا كذا وكذا ومبهور بأساليب الإخوان المسلمين ومشاكلهم فقلت لا السلفيين يردون على الملاحدة والحمد لله جئت بردود الشيخ السعدي وردود غيره من هم علماء المملكة والشيخ من باز وغيرهم رد على القومية وجئت 150 ردا من السلفيين على العلمانيين وعلى الشيوعيين وعلى الزنادقة والقاديانيين وعلى 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 هؤلاء ما ردوا بعشق مأشار ما رد به السلفيون لكن هؤلاء لجهلهم لجهود السلفيين وعدم قناعتهم بالرصيد السلفي ومبهورين بس بما يرونه من هؤلاء العلمانيين 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 كل علماني شيوعي ما تحس يومين إلا هو أخوه ما تحس إلا يتحالف مع الشيوعي يتحالف مع العلماني يتحالف مع البعثي فين ولا البراء فين حربك لك يقول لك والله أسلم الشيوعي يقول لك ليش يا أخي قال والله أسلم هذا إيه الآن قائلة هذا في كل مكان تحالفات مع الشيوعيين مع البعثيين مع العلمانيين هم يحاربون هؤلاء من منطلق سياسي يحاربون العلمانيين وغيرهم لأنهم ينافسون على الكراسي ما هم من منطلق عقدي ولهذا يقول كبراؤهم نحن ما نحارب اليهود من منطلق عقائدي من عقيدة إنما نحاربهم لأنهم احتلوا أرضنا الحرب السياسية فقط بارك الله فيكم أما حرب السلفيين فعقدية منهجية ولله الحمد والله إنا لنبغض العلمانيين والشيوعيين أكثر منهم ورب السماء لكن شغلونهم غزونا في دارنا وحطموا عقيدة أبنائنا كيف هم حال العلمانيين هم بعيد عنا فضفت غزونا في عمر دارنا فقد فعشرهم بعدين روح العلمانيين وقد خفانا من كتب فيهم ولله الحمد.